الكرام عبر قناة ياس الناقلة لهذا المهرجان الختامي الكبير. تابعنا معكم هذا الشوط الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ورعاه، تهانينا لمحمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي والناموس. شيخنا شيخ الشباب العز قادة، وعولي العهد منشود يا علة، راعي الشيمات فاهم للقيادة، نعم في محمد ونعم في فعلة. شيخنا شيخ الشباب العز قادة. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات متواصلة من هنا من أرضية ميدان السوان في يوم الختام، وسن الإذاع وسن الإمتاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ. شوطنا الرابع الخاصة بالجعدان، المهجنات الإذاع الأصايل والمسافة هي 6 كيلومترات. على بركة الله مشاهدينا الكرام أعلنت هذه البداية منذ قليل، والمقدمة وصدارة هذا الشوط الطاير على المركز الأول، الطاير على الصدارة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن عبد الله بالشر الخاطر يقوده في عملية التضمير والتدريب، ولكن هناك التقدم من مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغفرية يقوده في عملية تضميره وتدريبه. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام ثاني المراكز، هناك أيضا يتقدم الطاير لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري يقوده في عملية تضميره وتدريبه. المركز الثالث، المركز الثالث ثالث المراكز، هناك أيضا تقدم من الأسماء واللي غير الصدارة وانطلق بناموس هذا الشوط مشوان لهجن الرياسة. سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يخترق الصفوف ويتقدم إلى البداية، يتقدم إلى صدارة هذا الشوط. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدين الكرام، هناك أيضا أملاك، أملاك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم آلي نيبي يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس، خامس المراكز، هناك الشامخ لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج من كسلة الرميثي يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز السادس، سادس المراكز مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة يقوده
يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز السابع، سابع المراكز صوغان لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى ناصر بن عبد الله المدهوش يقوده في عملية التضمير والتدريب. وهناك الفاتن لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي مع فايز بن غفال اليابري يقوده في عملية التضمير والتدريب على المركز التاسع والمركز العاشر، عاشر المراكز. هناك أيضا يتقدم من خلاله مشاهدين الكرام شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري. هكذا النتيجة يقود في عملية التضمير، هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى. ولكن لنعود مع البداية، لنعود مع الصدارة، لنعود مع شعار هجن الرياسة. من يتقدم على المركز الأول نشوان على الصدارة لهجن الرياسة. سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني، ثاني المراكز، هناك مليح يتقدم مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغفرية الفلاسي يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث، ثالث المراكز، هنا أيضا الواصل مزراق لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي الجنتلمان يقوده في عملية تضميره وتدريبه. المركز الرابع، هناك الشامخ لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج بن كسله الرميث يقوده في عملية التضمير والتدريب المحترف. مع المركز الخامس، المركز السادس، سادس المراكز، هذا اللي وصل هنا صوغان وحذركم منه، أحذركم منه لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى ناصر بن عبد الله المدهوش يقوده في عملية التضمير والتدريب. يخترق الصفوف ويتقدم إلى المركز الثاني. ولكن لنعود مع المنعطف الأخير، لنعود مع المنعطف الأخير إلى خط النهاية وإلى الفوز وإلى الانتصار. نشوان على الصدارة لهجن الرياسة. سهيل بن أحمد بن دري الفلاح يقود في عملية التضمير والتدريب. والصوغان ما يأتي مع المركز الثاني لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى ناصر بن عبد الله المدهوش يقود في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث، ثالث المراكز، هناك الشامخ لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج بن كسله الرميث يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع، رابع المراكز، هنا يتقدم مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة يقوده في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس، خامس المراكز، هناك أملاك لسمو الشيخ، وهناك مزراق لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفاب الصايغ المزروعي. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة. قدمنا ييوسف مع المركز الأول، ما بين نشوان ما بين صوغان. يا سلام نشوان على القيادة، نشوان على الصدارة لهجن الرياسة. هناك سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني، صوغان على ثاني المراكز لسمو مو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى ناصر بن عبد الله المدهوش. يا سلام، ثنائيه والاروع، ثنائيه خطيره، ثنائيه بقياده نشوان على البدايه وعلى صداره هذا الشوط من هجن الرياسه لمؤسسه هجن الرياسه. والنقطه الثالثه، الهاتريك الصباحي لهذا الشعار الاحمر، شعار هجن الرياسه اللي يتقدم على المركز الاول. هناك نشوان على الصداره لهجن الرياسة، وأيضا مضمر نشوان سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي للمرة الثالثة. سلام العاصمة أبوظبي، سلام لهذه المؤسسة العملاقة. مروا عبر هذا الحمر على البداية وعلى صدارة هذا الشوط. وسلام سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على فوز نشوان بالمركز الأول. المركز الثاني، صوغان لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلم. المركز الثالث
المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان في الشامخ لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. المركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام يأتي في أملاك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. لنعود بالتهنية للمرة الثالثة على التوالي لهدن الرياسة على فوز نشوان بالمركز الأول، والتهنية موصولة إلى أيضا سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز والانتصار، وتهانينا والناموس.